place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. يسعد أوقاتكم حبايب قلبي من وين ما كنتوا عم تتابعوني وبأي وقت عم تتابعوني فيه، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي جوليا شانيل، وإن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. أول شي خلونا نصلي على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتاني شي بتمنى إذا كنتوا جداد على القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد أنا بنزله، وبتمنى تحطوا لي لايكات الله يجبر بخاطركم كلياتكم، وبتمنى من كل حدا جديد يشارك الفيديوهات مع رفقاتكم واصحابكم وتقولوا لهم شوفوا لي هالصبية اذا عجبكم المحتوى تبعها تابعوها، وان ما عجبكم عادي ولا يهمكم. اول شيء رح نبلش بالفقرة يلي انا بحبها وبستمتع وانا عم بشتغل فيها، هي فقرة التنظيف. رح رتب واكنس وامسح الغبرة، يعني بتلاقيني كل فترة بشوف شو يلي بالبيت ما له لزوم وما عم بستخدمه منكبه، أو يعني بعطيه لحدا محتاج إذا كان هو شيء مهم يعني أو صالح للاستخدام أو في حدا يستخدمه. أهم شيء إنه يعني الحفاظ على البيت بدون كراكيب، هاي أهم شغلة عندي. وبعد ما أخلص شغلي للبيت إن شاء الله رح نعمل حلو، نوع من أنواع الحلويات، ورح نعمل الطبخة. وخلوكم معنا لآخر الفيديو. مثل ما شفتوا بأول الفيديو، أول ما فقت بلشت شرب القهوة، بعدين التفتت لشغل البيت، يعني لازم أشرب القهوة حتى صحصح وبلش على شغل البيت. وتاني شغلة من ناحية يعني أنا بحب أكل حلويات الصبح، يعني بحب أكل الحلويات الصبح، بحسها بتعطيني طاقة. لو هيك إنه بسكويت صغيرة فبحسها بتعطيني طاقة وهيك بتنشط يعني. فبتلاقيني يعني ببلش باكل حلويات بشرب فنجان القهوة بعدين ببلش بشغل البيت. بعد ما خلصت من شغل البيت هلأ إن شاء الله رح أطبخ المندي معكم. طبخة المندي ما بعرف، أكيد الكل ما بعرف إذا الكل بيعرف أو لا، بس يعني أكلة مشهورة. فبتلاقينا يعني أنا تقريبا كل 15 يوم بطبخها مرة، هي الأكلة المفضلة عنا. أنا جبت فروش كامل بس مقطع، يعني قطعته بالمحل جاهز وهلأ رح أحطه على السلق. يعني مو شرط إنه فروش، أحيانا بجيب فخاد، أحيانا بجيب يعني مثلا فروش كامل على حسب يعني اللحمة المتوفرة موجودة عندي بساوي فيها، لأنه أنا من الناس يعني اللي ما بتتقيد بالطبخ. يعني مثلا إنه هاي الأكلة ما بتصير إلا بهدول المكونات، مثلا ما بتنعمل هي الطبخة هيك، لا بعمل حسب المتوفر عندي، يعني بتطلع ظريفة. إذا مو متوفر عندي شيء ممكن أعملها بشي تاني، يعني حسب المتوفر عندي. هلأ هون نقعت كيلو رز، أنا عيار طبختي كيلو، راح أتركه مدة ساعة بمي باردة، يعني مي من الحنفية. والرز يلي نقعته رز حبة طويلة. هلأ بعد ما طلعت الزفرة عن الفروش رح نقيم الزفرة، بعدين رح أحط بصلة وحط المنكهات العطرية. مثل ما واضح معكم من شباك المطبخ، هيك الجو اليوم يعني صاحي وحلو، فبتلاقي وقت يكون الجو صاحي بنفتح هيك الشبابيك ويعني بهوي الواحد البيت، لأنه بسبت يعني بهالفيروس اللي إجانا تكركبت حياتنا، وإن شاء الله بيخلص على خير وسلامة ونرجع مثل ما كنا. يمكن هذا امتحان من رب العالمين، إن شاء الله نكون من الصابرين. وهلأ يعني إن شاء الله رح نشارك معكم طريقة طبخ المندي. هلأ حطيت المنكهات العطرية من بصل وهيل وقرفة وورق غار، يعني هدول المنكهات اللي منحطهم للحمة، وبعد هيك رح غطيهم واتركهم ليستووا على مهلهم. هلأ الدجاج على النار، وهلأ أنا رح أطبخ الرز. حطيت ثلاث أرباع الكاسة شاي من الزيت النباتي، وحطيت بصلة مفرومة وثلاث حبات ثوم مهروسين، ورح أقلبهم مع بعضهم لحتى هيك يدبلوا شوي ويصير لونهم هيك ذهبي. بعد هيك لحط لهم حبة فليفلة خضراء وتنتين من حبة اللومي وحبة هيل واحدة،
وكمان رح قلبهم مع بعضهم. بتلاقي طلعت الريحة التقلاي غير شكل، ورح أحط لهم بندورة مبروشة. رح قلبهم كلهم مع بعضهم، بعدين رح بلش عبي مرقة مشان حطها عليهم. هلا انا لكل كاسه رز بحط لها كاسه ونص مي او مرقه يعني. بعد هيك انا كنت ناقعه هون هيل وقرفه واللهم صل على النبي وقرنفل، حطيتهم بشاشه ونزلتهم هيك بالمي وعصره ليمونه. عصره الليمونه انا بحطها وملح والرز. عصره الليمونه انا بحطها مشان تحافظ على الالوان المندي ما تختلط الالوان مع بعضها. وهون حطيت الفحمة لحتى تجهز معي، وعندي هون الفروج دهنته وحطيته بالفرن، وهلأ هون الرز تقريبا استوى، حطيت له الملونات لحتى يعطي لون حلو. هلأ بالنسبة للجاج أنا دهنته بزيت وملون بس وحطيته بالفرن، بس مو أكتر من هيك لبين ما يستوي، يعني بس يتنشف وهو مستوي، لأنه أنا مفورة عليه مستويته على الغاز، ف يعني متى ما انه هيك تأمر شوي بالفرن فبصير جاهز معنا للأكل. هلأ ما كانت الطبخة مطبقة يعني 100%، لأنه أنا منزلتها بقناتي واللي بحب شوف طريقتها فرح نزل رابط الفيديو بأول تعليق. هلأ هون كان مستوي الرز معي والفحمة هيك انطفت بالزيت، رح نقيمها ورح كت الزيت على الرز لحتى يطعم الرز معي طعمة الفحمة. بعدين رح أقلبهم مع بعضهم مثل ما شايفين كل حبة بحبتها، أبداً أبداً ما بينخبص معي، حتى الألوان بتطلع يعني كل لون، أبداً الألوان ما بتختلط مع بعضها، كل لون لحاله منظره بشهي وبياخد العقل. وهيك صار الغدا جاهز. هلأ عم بسكب الرز وعم حط الدجاج المحمر على الوش، وأنا كنت مجهز الصوص بس ما صح لي، كان يعني الوقت سرقني ما قدرت أصور الصوص، بس إن شاء الله اللي بحب يشوف الطريقة فبلاقيها موجودة بقناتي. ما صح لي صور الصوص، فالصوص يعني عملته صوص المندي، هو عبارة عن بندورة وفليفلة خضرة مفرومة ناعم ورشة ملح ويعني شوية مكونات إضافات تانية. هلأ هذا غدانا لليوم كان، وفي جنب منه عملت مانتي. هلا بصراحة مو أنا اللي عملتها، أنا كنت عم بطبخ المندي فبنتي عملت المانتي، فهي بتجي كياس من المولات، كيس يعني جاهز من المولات، بس هي طبخته بتحط له شوية إضافات، يعني شكله مثل المعكرونة، قريب للمعكرونة لأنه هي مو من محبين المندي أبدا، فطبخته وعملت مانتي. وهذا غدانا لليوم، بتمنى يكون عجبكم وبتمنى تجربوا هالأكلة، فعلا طيبة، يعني مثل ما عم لكم كل 10-15 يوم بطبخها مرة. بعد هيك إن شاء الله رح نعمل تحلاية، وهي تحلاية شامية، وإن شاء الله هي البرازق الشامية. رح يلزمني نص كيلو طحين وربع كيلو سمنة. الطحين رح يكون متعدد الاستعمالات، والسمنة أي نوع سمنة بيمشي حاله، إذا كان نباتي أو حيواني كله شغال، بس الطعمة بتفرق. يعني رح تكون السمنة بحرارة الغرفة أو بحرارة المطبخ لحتى ما تعذبني بالدعك وأنا عم بدعكم. هلأ أنا عم بدعكم، دعكت الطحين والسمنة لحتى يشبكوا مع بعضهم، متى ما شبكوا مع بعضهم رح حطهم بالبراد لحتى يبردوا منيح. هاد قوام العجينة، أبدا ما عم تلزق، عم فرجيكم ياها بالإيد التانية، الإيد هديك كنت عم باجن فيها. بعد هيك رح حطها بالبراد ورح حضر للسكر للقطر. عندي 200 جرام من السكر و100 جرام من المي، أو نص كاسة مي، ما يعادل نص كاسة مي ونص كاسة قطر. منحركهم مع بعضهم ومننزلهم على العجينة اللي عنا. والسكر أنا اللي حطيته سكر عادي حبيبات يلي منستخدمه للشاي والقهوة. هذا شكل العجينة بعد ما طالعتها من البراد، مثل ما ملاحظين كانت عم تكسر معي، فرح أرجع أدعكها لحتى يصير قوامها كريمي، يعني تصير معي مثل الكريمة. طبعا هذا الحكي قبل ما نزل عليها المي والسكر، شايفين قوامها هيك بده يكون مثل الكريمة، لأنه هذا سر نجاح قرمشة البرازق.
بعد ما أدعكم مع بعضهم وتصير معي العجينة كريمية لحطها بالبراد لحتى تبرد لحتى تبرد منيح. وبهالفترة هاي لحتى أقدر أتحكم فيها رح أحضر السمسم. رح يلزمني نص كيلو سمسم، معلقة ونص من السكر، ومعلقة ونص من القطر. رح أحركهم مع بعضهم لحتى يشبكوا معنا. هلأ السمسم أنا جايبته نص تحميص لأنه على الفرن رح يكمل الاستوى تبعه. بعد ما شبكوا معي فلقيته نشفوا شوي، رح ضيف عليهم شوية مي، ما رح كتر لأنه إذا كترت مي فرح يفك السمسم معي، بس لحاول فك الدبق تبعهم. هلأ هيك العجينة صارت جاهزة معي مثل ما شايفين، يعني عجينة ولا أروع من هيك. وهلأ رح نبلش شغل بإذن الله. أخذت قطعة من العجينة ومديتها ورح حاول قطعها حجم وسط، يعني كل قطعة حجم وسط، يعني حاول قدر المستطاع أعملهم بشكل متساوي. رح أعملهم ضغطة على الفستق الحلبي، ضغطة واحدة بهالشكل هاد مثل ما شايفين، كلياتهم بنفس الطريقة. بعد هيك رح نزلهم بالسمسم على الطرف الثاني. رح أعملهم أول ضغطة وتاني ضغطة وبصير القرص جاهز معنا. هيك تمام. رح صفهم بالصينية، طبعا الصينية ما لي داهن تبشي لأنه السمنة اللي بالبرازق بتكفي. هيك صاروا جاهزين معي. رح أحطهم بالفرن على درجة حرارة 160 شغال من فوق ومن تحت. وهيك بعد ما طلعوا من الفرن هذا شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن، مثل ما لكم شايفين منظرهم بياخد العقل. قريبا أكلوا استوى من 10 دقائق ل 12 دقيقة، أخذوا اللون الذهبي. وهلأ هيك عم حطهم بصحن التقديم، وطبعا يعني أنا استنيتهم لحتى بردوا، لأنه إذا ما بردوا فرح يحطوا معكم، رح يفرطوا، استنوا عليهم ليبردوا شوي، ما رح أقدر أمسكهم ولا أتحكم فيهم. هذا شكلهم مثل ما لكم شايفين، أخذوا اللون الذهبي ويعني منظرهم بياخد العقل. فهلا تقريبا النص كيلو عمل عندي 4 صواني من البرازق، يعني رمى معي ما بين الكيلو والكيلو ونص برازق. هلا صحيح انا بساوي يعني بطبخ كتير وبعمل انواع من الحلويات كتير، بس كلياته اكلي بكميات محدوده، مشان هيك فبتلاقوا يعني انه ما بزيد وزني ودايره بالي على صحتي الحمد لله، مع اني كتير بعمل اشكال وانواع مختلفه. يعني شو ما طلبوا مني عائلتي فبعمل لهم اياه انا ومبسوطه، لانه يعني طلبات العائله اوامر، يعني ما عندي اغلى شيء، ما عندي اغلى منهم بالدنيا، يعني شو ما طلبوا خلص طلباتهم اوامر. وهلا هيك باخر السهره ما في اطيب من كاسه الشاي مع البرازق ولا اروع من هيك. هلا رح سمعكم صوت القرشه تبعهم. وهذا فيديونا لليوم، بتمنى يكون كان خفيف على قلبكم، بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه، وانتظروني فيديوهات جديدة. باي باي.